أكيد لازم نكون أكثر منكم سامعين لبافلوف. بافلوف هو عمل الكلاسيكال كونديشنينج. إذا أنا غلطت مثلاً وأعطيت الكلب تريت بلحظة غلط، كل اللي بيصير إنه الكلب بياكل تريت مجاني، يعني تريت بدون ما يشتغل إذا أنا عملت غلطة. بس إذا أنا عم ضربه بانشمنت ميثودز وأنا ضربت باللحظة الخاطئة، هيدا الفايلنس رح يخلق، رح البانشمنت رح يخلق عند الكلب انزايتي وستريس، وهيدا ممكن بعدين بالمستقبل بس الكلب يكبر كمان يخلق اجريسيفيتي عنده، يعني شراسه. منهم بيعدوا اصحابهم، مركز مع الكلب انا هلا هون تروقوا. الكلب لما بيكون مريض كمان بيكون معرض انه البيهيفير تبعه. الفاينل ادفايس لكم كلكم، ما تضربوا كلابكم بالبانشمنت. كل الموارد ساينس هو ضد العنف، هو مع بوزيتيف ترينينج، بس تشتغل ببوزيتيف ترينينج يصير عندك كلب عم بيشتغل هو ومبسوط.